ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى هعمل حظوظه اسوره سهله جدا بالخرز، وعلى فكره هي بتطلب كتير، يعني في ناس كتير بتحب شكلها وبتبقى عاوزاها، فاستخدم ليها خرز لولي، تمام؟ اللي هو يعني هو لولي او خرز بلاستيك، يعني متاح عندكم اشتغلوا بيها، اشتغلوا بيه عادي واي حجم كمان عندكم، تمام؟ يعني مش شرط ان يكون الحجم ده، لو عندكم اكبر هينفع عادي. واستخدم دلاية زي دي كده اهي، دي بشتريها من بالجرام من حارة الميزان في العتبة. وهستخدم اللي هو الخيط ده، خيط اللي هو اسمه مالوني صيني، بيتباع في علبة على بعضها كده، او ممكن تجيبوا الشلة لوحدها عادي. برضو عملت لكم فيديو عن انواع الخيوط، برضو هتلاقوه في حرف الاي او الدايرة البيضاء فوق الفيديو. هستخدم من الخيط ده خيطين طولهم 80 سنتي، كل واحد 80 سنتي، واربع خيوط طول كل واحد منهم 50، تمام؟ وهستخدم واحد كمان للقفل، ده طوله 30 سنتي، من 30 لـ25 هيبقى حلو قوي عشان نعمل بيه القفل اللي هو بيضيق ويوسع ده، تمام؟ هنبدأ بقى ازاي وهنعمل ايه. اول حاجة هجيب الخيطين اللي هم طول كل واحد فيهم 50 سنتي، وهجيب اللزق اللي هو زي ده اللي انا بستخدمه لما باجي ادخل خرز في خيط عشان يدخل معايا على طول. هستخدم منه ايه وهثبته زي ما انتوا عارفين، بس بدل ما هثبته في خيط واحد بس، لا هثبته في الاتنين مع بعض، تمام؟ انا كده ضم الخيطين مع بعض اهو، هثبته زي ما احنا ايه ما اشتغلنا بيه في حظوظات كتير قبل كده. هيظهر لكم برضو فيديو عملت الموضوع ده فيه قبل كده في حرف الاي او الدايرة البيضة فوق الفيديو هنا. طيب كده اهو، بعد ما ثبت اللزق في الجنبين اهو، بصوا كل خيطين مع بعض اهو في الجنب، هجيب بقى شكل الدلاية دي اهو، هساوي هجيب بقى كده ايه، هساوي الخيط اهو كده، اروح بقى مدخلاه عند الدلاية كده، هدخل الخيطين اللي هم ايه اللي مقفولين من النص دول مع بعض زي ما احنا ما بنعمل في الحظوظات اللي من النوع ده، يعني احنا عملناها برضو قبل كده. وبفتح بقى حتة كده اهو، شايفين؟ وهروح جايبة بقى الطرفين دول وهروح مدخلهم فيها، بس اهم حاجة ايه نساوي كويس، هروح مدخلهم جوه كده. وهنعمل ايه عقدة زي ما احنا متعودين كده، خلاص احنا عملنا عقدة اهي، دول الخيطين اللي هما طولهم 50 سنتي. طيب هجيب بقى الخرز، انا هستخدم 16 خرزة في كل جنب، يعني بصوا احنا عندنا الدلاية دي اهي، عندنا الدلاية دي اهي، هنعمل جنب هنا وجنب كمان في الناحية التانية، فاحنا هنشتغل على جنب احط فيه 16 خرزة، تمام كده؟ هجيب بقى ايه، هقسمهم كده وهدخل في كل جنب من الجنبين دول. بصوا بتدخل على طول ازاي، علشان اللزق ده حلو جدا بصراحة، مريح بالنسبة لي جدا في الشغل وبيدخل معايا على طول. حتى انتوا اكيد ملاحظين ان انا ما بقتش استخدم غيره مع الخيوط. ستاشر خرزة، يعني بصوا هدخل هنا 8 وهنا كمان 8، بس احنا عندنا في الجنب الواحد بنستخدم 16 خرزة. حلو كده، هنا 8 وهنا 8، كده خلاص اهو بقى عندنا 8 هنا و8 هنا. هنبتدي بقى نعمل ايه، هجيب خيط واحد من اللي هو طوله 80 سنتي ده اهو، وهحطه تحت الخيطين دول. حلو كده، وهنعمل ربطتين عاديين بطريقة المكرمية اللي احنا بقينا شاطرين فيها وحافظينها. هجيب طرف كده اهو فوق الخيوط كلها اهي، وهجيب التاني ده فوقيه برضو هنا كده اهو، واروح مدخلاه من تحت الخيوط كلها. طبعا احنا ايه عارفين الطريقة دي وبقينا شاطرين فيها. همسك الطرفين دول كده واحط صباعي في النص علشان يتساووا مع بعض برضو زي ما احنا متعودين، علشان يبقى الاتنين قد بعض اهو. فبس الخيط ده طري شوية فهيضايقكم. اي نوع خيط عندكم بتقدروا تعملوا بيه، لو عندكم خيط اتخن من ده عادي، تقدروا تستخدموا الخيط التركي اللي بستخدمه في الحظوظات برضو عادي، اي خيط مش هتفرق خالص، هتدينا كلها نفس الشكل اللي احنا عاوزينه. انا بس استخدمت هنا خيطين بدل خيط واحد اللي هم حطيت عليهم الخرز، علشان بس ايه تبقى جامدة وماسكة نفسها شوية لما تخلص، ما تبقاش طرية قوي كده او حاجة هتبقى سخيفة.
بس لو عندكم الخيط جامد شوية عادي استخدموا هنا واحد بس بدل الاثنين. كده احنا عملنا قهورة بتتين، هزقها كده لحد فوق، نزنقها كده فوق، وهنبتدي بقى نعمل شغلنا ونشوف ازاي هنعمل الخرز ده ونظبطه. طيب كده انا عندي خيطين اهم قدامي، واحد هنا وواحد هنا. هسيب اللي على الشمال ده دلوقتي مش عاوزاه، هطلع كده خرزتين معايا اهم، خرزتين، وهروح جايبه الخيط اللي على اليمين ده من هنا كده، بصوا فوق الخيط ده اهو وتحت الخرزتين. طيب بعد ما جبته تحت الخرزتين هروح عامله ايه؟ هروح جايباه من تحت الخيوط دي كلها. شايفين انا عملت ايه؟ بصوا انا عملت ايه، نطلعه كده تاني، هجيبه فوق الخيوط وتحت الخرزتين اهو، وبعدين هروح مدخلاه برضو من تحت تاني، من تحت الخيط تاني اهو، شايفين؟ وهبتدي بقى ايه، اشده عادي عشان ازنقه على الخرز بشكل كويس. اول خطوة هتبقى رخمة، لكن لما نيجي نحط الخرزتين التانيين هيزبطوا عادي. بصوا احنا كده ايه، بنقعد بس نظبط شوية اهو. طيب همسكها كده بايدي عادي اهو، مفيش مشكلة اهو، هطلع خرزتين كمان اهو، متقلقوش هتتظبط اهو، ادي خرزتين اهو معادي جدا، شايفين؟ وبعدين برضو هعمل نفس النظام، هجيب الخيط كده تحت الخرزتين وفوق الخيط ده اهو، وهروح جايباه من تحتيهم برضو كده، شايفين اهو، وهبتدي بقى ايه اشد. في المرة دي بقى هيظبط اكتر، شايفين كده؟ هي بس المرة الاولى كانت رخمة شوية عشان احنا كنا لسه في البداية. فبصوا بقى المرة التانية ايه اللي حصل، شايفين بقى لما انا حطيت الخرزتين التانيين اتشدوا ازاي؟ بصوا ده لازم الشكل اللي بيظهر معايا. طيب ما تخافوش خالص، يعني لما بيجوا يفك عادي هيتظبط تاني. كده انا طلعت خرزتين كمان، فهروح جايبه برضو الخيط فوق الخيط اهو، شايفينه؟ تحت الخرزتين وفوق الخيط على طول، وهروح جايباه تاني اهو من تحت الخيطين برضو. يعني انا بلفه، بجيبه من فوق واروح لفاه كده من تحت، واروح برضو ايه شده. طبعا احنا اهو بصوا بتظبط ازاي، مفيش اي مشاكل خالص معانا اهو، شايفين؟ بصوا. طيب كمان اهو هنطلع الخرزتين عادي جدا اهو، شايفين؟ برضو فوقيهم كده اهو، وبعدين من تحت اهو، بصوا كده، بنروح شادين اتنين كمان ادي فوق وبعدين تحت، ونبتدي نشد. جميل، اتنين كمان اهو، ادي فوق وبعدين تحت، وبس كده خلصنا اول خيط معانا. شايفين كده الشكل؟ بصوا ده الشكل اللي بيظهر اهو. كده بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا خلاص وظيفة الخيط ده خلصت، بس طبعا احنا مش هينفع نسيبه كده، فاحنا لازم نعمل من تحت هنا ربطة او ربطتين عشان ايه يمسك على الخرز كويس. فادي الخيط اهو، هروح جايباه فوق الخيطين اهو، وهروح مدخلاه من تحتيهم، وهعمل عقدة عادية خالص. يعني بصوا انا جبته اهو فوق، شايفين؟ فوق اهو، وهروح جايباه اهو، هجيب بقى الطرف ده من تحت الخيوط اللي في النص وجوه الدايرة دي، وهعمل عقدة. حلو كده، بس نروح عاملين كمان واحدة علشان برضو ايه يمسك على الخرز كويس جدا. ادي اهو، وبعدين اروح مدخلاه برضو وعاملة ايه عقدة كمان، زي الفل كده خلاص. هنجيب بقى الخيط التاني اللي احنا كنا سايبينه على الشمال ده اهو، وهنروح بقى راجعين بنفس الطريقة، بس المرة دي هعمل في الخرزة الاولى دي مش في الخرزتين على طول. فهروح جايبة كده، بصوا بقى هروح جايباه فوق الخرزة كده اهي، بصوا فوق الخرزة دي كده اهي، شايفين؟ فوق الخرزة الواحدة اللي هنا دي، بصوا. وبعدين بعد ما هجيبه هروح لفاه عادي، شايفين؟ يعني انا جبته اهو فوق الخرزة اهي، بصوا فوقها كده من هنا اهو، بزنق عليها. وبعدين بعد ما زنقت عليها هروح جايباه من ورا اهو، شايفين؟ من ورا اهو، وهروح بعد ما جبته من ورا هروح جايباه تحت الاتنين دول، بصوا تحتيهم كده اهو، بصوا شايفين هو جه ازاي؟ طيب جميل، هنشد بعدين هنروح لفينه لورا، بعد ما شدينا بنلفه لورا
طيب بعدين فوق اللي تحت الاتنين دول برضو، بعد ما لفيناه هروح جايباه تحتيهم اهو، وبعدين هلفه تاني اهو. طيب وبعدين تحت دول برضو، شايفين؟ بعدين بنلف كده بعد ما لفيناه، اللي بيحصل تحت دول اهو تحتيهم كده، شايفين؟ طيب بعدين تحتيهم اهو، بعدين نروح لفين ونروح جايبينه تحتيهم برضو، يعني الخرزتين بتبقى خرزة فوق خرزة فوق وخرزة تحت، فبنروح جايبينه تحتيهم كده بالميل، مش تحت كده لا بالميل، لازم يكونوا مايلين اهو. طيب وبعدين راح برضو لتحت، حلو كده. هروح جايباه هنا في واحدة بقى، مش هجيبه عند الاتنين على طول، في واحدة اهي، حلو كده. وهروح برضو لفة واجيبه عند الواحدة التانية دي برضو، شايفين كده الشكل بقى عامل ازاي معانا؟ بصوا طبعا ادي الوش وادي الظهر. طيب زي ما عملنا بقى في المرة اللي فاتت، برضو هنعمل ربطتين هنا علشان نثبت الخيط بشكل كويس في النهاية اهو، زي ما عملنا الربطة اللي فاتت، ادي ربطة وادي ايه واحدة كمان، حلو كده. هنبتدي بقى نعمل الجنب التاني بنفس الطريقة دي بالظبط. بصوا بقى كده بعد ما اتعملت من ناحيتين، انتوا ممكن برضو تعملوها عادي من غير الشكل اللي جوه ده، تبقى كلها خرز بس، او لو عندكم اي شكل غير ده عادي برضو، سواء كده او كده هتتعمل عادي خالص. بصوا الشكل على الايد شكلها حلوة جدا. هنيجي بقى نقفلها من الناحيتين ازاي بقى. الاول بس ايه، هنساوي الاطراف كده ونقص ونبتدي بقى ايه نضفر من الناحيتين. الخيط ده مش مريح قوي في شغلها بصراحة، انا قلت ممكن يكون حلو عشان شكله فيه لمعة كده وناعم، سواء واضح ان الخيط ده ما بيريحنيش في الشغل خالص، لا في الحظاظات العادية ولا في دي. يمكن انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي قلت لكم هيظهر لكم في حرف الاي ده، فممكن تجربوها بقى بالخيط التركي هيكون احسن. يعني نعمل بقى ايه الضفيرة عادي من الناحيتين، ضفيرة عادية خالص، تمام اهو، ادي الشكل النهائي اهو على الايد، شكلها حلوة جدا زي ما انتم شايفين. طبعا عملت لها القفل اللي بيه دي ويوسع ده، لو عايزين تعرفوا طريقته هتلاقوه في حرف الاي او الدايرة البيضة فوق الفيديو هنا. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.